اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج فتنس فريك. لقائنا اليوم مع الاب الروحي والاب لهاي اللعبه رياضه كمال الاجسام اللي كرس حياته كلها لخدمه هاي اللعبه، الكابتن القدير علي عبد الرزاق. راح تكون الحلقه عباره عن تدريب البطل هشام اللي هو سبونسرد باي كابس فيت فاكتوري، اوكي، اللي هم طلبوا شخصيا من الكابتن علي عبد الرزاق انه يقوم بتجهيزه، اوكي، لانه الكابتن علي عبد الرزاق ما شاء الله خبرته واسعه في هاي اللعبه، ويعني سمعتك ما شاء الله سابقتك يا كابتن. شرفنا فيك كابتن. كابتن عمر، ولهذا البرنامج اللي هي توعي لرياضه بناء الاجسام ودروس في التريننج في التمرين المجزأة، كل عضله في يوم معين، وراح انا اتابع تمرينات مع هشام في نادي البادي وورك اللي هو لمحمد جرادات، واحنا كمان بننبه الرياضيين يتجهوا لمحلات اللي هي المطاعم اللي بتتخصص للاكل لاعب بناء الاجسام اللي هو لو فات، وهذا مهم. والتغذيه هي 60% اعتمادها اكثر من التريننج 40%، وان شاء الله نتعاون مع الكابتن عمر في هذا البرنامج لتوعيه الرياضيين وشو التغذيه تبعتهم. طبعا حلو انكم تسمعوا من كابتن كرس حياته لهي اللعبه، مر عليه الاف المتدربين، الاف اللاعبين، جهز كثير ابطال، خبرته واسعه، حلو انكم تسمعوا منه، واحنا حبينا انه تكون اول حلقه يكون تعاون معنا بيننا وبين الكابتن علي عبد الرزاق عشان تستفيدوا من الخبره، ونبدا من الخبره، نبدا من راس الهرم. اوكي، طبعا بنشكر الكابتن محمد جرادات اللي استضافنا بالنادي تبعه اللي هو نادي بادي وورك، اللي دائما متعاون معنا الكابتن محمد اخونا الكبير طبعا. اوكي، ان شاء الله تستفيدوا من هاي الحلقه واستنونا. احنا في الاحماء قبل التمرين الحديد، الخطا انك انت على طول تمسك الحديد، لازم تعمل اطاله عضليه حتى تحمي العضله بالمنطقه اللي احنا بنتجه فيها، بعدين اول ما نبلش في المنطقة الضعيفة اللي احنا بدنا نركز عليها، يعني إذا في عندنا منطقة ضعيفة بنحطها في البداية، ما بنحطهاش في النهاية. هلا احنا بدنا نبلش تمرين تقليدي وغير تقليدي، يعني حديث وجديد، في زوايا مدربين ما بدربوها، احنا بندربها. هلا بدنا نشتغل بالعضلة الجانبية من الشولدرز اللي أخذناها بالطريقة هاي، هلا بدنا ناخذ الجولة الثانية الوزن الأثقل شوي. تفضل. طبعا كابتن هشام عم بلعب تمرين فلاي جانبي بس تكنيك جديد. جولة ثانية، ايوه، الجزء العلوي بالكتف فوق. هذه بالأندية أظن ما بتمرنوها كثير، بتمرنوها لأنه ما بعرف، ما هو المدرب لازم يكون يعني مجتهد ونشيط، يعني هو كمان يجتهد على حاله مش بس يركن، يعني حتى يصل للألم الإنسان ما بده يلعب بالجولة بس كابتن، هذا لازم يتخطى حجز الألم، ما بصير. هي العضلة الدالية هذه موجودة مهمة، هي هاي العضلة اللي هي عضلة الدالية الجانبية المنطقة هاي، هذا مباشر الفلاي هو بيجيها أكثر إشي. طبعا في تمرينات ثانية احنا عملنا الجزء هاد والجزء اللي فوق في ناس ما بتصلها، عرفت علي؟ هذا بتاخذ من 3 جولات لغاية 5 جولات حسب اللاعب وحسب المدرب، عرف كيف علي؟ يعني أقل شيء 3 جولات وأكثر إشي 5 جولات، 3 أوكي والخمسة ما في مشكلة عليها. هلا احنا هذا لازم نعمله من 3 إلى 5 جولات حسب تحمل اللاعب، يعني حسب تحمله. هلا بنركز على نفس العضله لتمرين اخر. طبعا هسه في تمرين جديد للكتاف، على نفس التمرين هذا له جزء ثاني اللي هو التمرين التحميل الاوزان الاثقل شوي في نص حركه. تفضل يا كابتن. هذا بس للزاويه هاي، هاي 1 2 نعم 3، لازم تهجم على العضلة من كل الزوايا ولا ما بتجيب نتيجة. ما التمرين التقليدي اللي انت بيعملوه في الأندية. طبعا هسه بعد ما خلص التمرين بدنا اياك تفرجينا بس الزاوية اللي اشتغلت عليها بالعضلة، اي زاوية؟ هذه عضلة الشولدرز كبيرة، لازم انت تجزئها بالتمرين، لازم تبلش بالوزن الثقيل بدون ما تطلع تشتغل. هلا ما طلعش فوق لانه هي الزاويه اللي احنا بدنا اياها،
اللي هي عملية توتر العضلة، انقباض العضلة، مش الحركة العادية اللي بتاخذها نص وتنزل. هذه فلسفة من مدرب لمدرب حسب علامه شو هو موجود. هلا هو الشخص اللي عندي كتافه كبار هم، ولكن احنا مش راح التمرين كشكل عام، بنحكي كشكل عام. هذا بتاخذ من 3 إلى 5 جولات، ممكن اعمل 4، ممكن من 3 4 أو 5 حسب شو حاجته. ماشي، هلا بدنا ناخذ. يعني انت في 3 حركات شملت عضله الكتف الجانبي كامله ما شاء الله، فوق وسط وتحت. نعم ما شاء الله. العضله الاماميه اه حسب ما ننتج العضله الاماميه. تابعونا، وانا هسه الكابتن علي عبد الرزاق بده يبلش معنا في تمرين كتف امامي. الشولدرز الاماميه اللي هي الفرونت الاماميه مهمه جدا للاعب بناء الاجسام. نشتغل، تفضل تفضل كابتن. ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض. هذه الحركة هاي كثير إلها حركات، ولكن هاي الحركة قليل منتشرة في الأندية نعملها، وكثير بتركز على العضلة الأمامية الفرونت، ضروري جدا وبتنميها بطريقة. وصعب الحركة، صعبة زي مشية العسكري، ولكن هي الكتف الأمامي بيشتغل لحاله. لاحظت ما شاء الله الكتف عم ببين. بتنمي هاي الحركة. هذا بتنعمل من 3 إلى 5 جولات، من 3 إلى 5 جولات نعملها. وفي التمرين الثاني الفرونت نفسه بناخذها على البنش المايل. ماشي، بنقدر انه هو نفس التمرين كتف امامي كمان مع الكابتن علي عبد الرزاق. تمرين اخر ولكن تركيزه عالي جدا، لانه الجسم جالس على البنش، ما في غش نهائيا. هاي العضله اللي بتشترك معك، شوفها كابتن عمر، ما فيش غش، ما في ظهر بيشتغل، ما في اي شيء ثاني بيشتغل. العضلة هاي بس فرونت، هاي بتنعمل من 3 جولات لغاية 5 جولات حسب طريقة التمرين، حسب طريقة التمرين. حتى تنزل الدامبلز لا تشعر في الألم، تتخطى حاجز الألم بس. عشان عندنا هسه تمرين لعضلة الصدر، الصدر العلوي. نعمل الصدر العلوي، إذا في منطقة ضعيفة في العضلة بنبلش فيها بالبداية. إذا العضلة ضعيفة في عضلة الأب العلوي راح نبلش فيها بالبداية. طبيعة الحال طبعا الصدر العلوي دائما هو أضعف جزء بالصدر، فأنت تبدأ فيه يعني. الشرط من لاعب للاعب تختلف، ولكن راح نستعمل المسكة الوسط اللي هي بتجيب الواسع وبتجيب الضم، راح نركز عليها ونشوف التكرار احنا والكابتن هشام. نبدأ مع الكابتن هشام. هلا وانت طالع في الوزن بتطلع بسرعه، بس النزول بطيء جدا، الفائده بنزول مش بطلوع. وطبعا لازم ضروري شهيق الزفير للحركه هاي، وهذه من الحركات الاساسيه في الصدر، ما بقدر يستغني عنها. يعني من الستينات لغايه الان ما حدا بقدر يستغني عن حركه الصدر العلوي. هذا تمرين للصدر العلوي زي ما حكى الكابتن علي عبد الرزاق، ما فيناش نستغني عنه ابدا، وبدا فيه لانه دائما واحد يبدا العضله الضعيفه من منطقه العضله نفسها. هلا بنزيد الوزن شوي، نعمل جوله ثانيه، نزيد شوي. هذه الطريقه اللي اسمها الهرميه، اللي هي التصاعدي بالوزن، هي طريقه من 3 طرق، ما في شيء اختراع جديد. هي الطريقه الهرميه، والطريقة السوبر ست، والطريقة الغريزية، ما في غيرهم في العالم. فلسفة زيادة اللي هي الإشباع، يعني ممكن عمل 3 ومش بحاجة للرابعة اللي هي الغريزية. يعني أنا شعرت بال3 جولات اكتفيت، ما في داعي للإفراط الزيادة. يعني ممكن أنا ب4 جولات أفجر، مش داعي ل5. أنا أول مرة أسمع بطريقة غريزية، بس حلوة أو تفسيرها مقنع. ما في إلا 3 طرق في العالم، ما في فلسفة زيادة، ما في. هذه مبادئ ويدر ومبادئ كل العالم. الهرمي، تفضل. نبدأ مع الكابتن هشام. زي ما انتم شايفين عم بنزل نزول بطيء وبيطلع طلوع سريع، ما شاء الله عليك. هلكنا للكابتن اليوم. بس بدنا نسأل الكابتن علي، شو السر في الحركة السريعة اللي قبل شوي اللي بنص التمرين عطتك؟ الحركة القصيرة هي اللي بصير ضغط جدا على الصدر، الجزء العلوي بصير ترايسبس. عشان هيك انه المفروض انك تغير الزوايا في التمرين. وهذا هاي الحركة النص ما بها وزن ثقيل، ما بتقدر تتحكم فيها. عشان هيك لازم يكون تغيير في الحركة والزاوية تبعتها وكيف ابدا. معلومات جديدة وحلوة عم نستفيد منها.
بدنا نبدا مع كابتن علي انا وعضله البايسبس بسموها ذات الراسين هي البايسبس. هلا بنطلع بنعملها بالطريقه هاي بدون ما نثني ايدينا في النهايه عشان يضل الثقل على العضله. تفضل كابتن. تمرين بايسبس مع كابتن هشام ما شاء الله. بدون دورانها من تحت ما في داعي عشان يظل الضغط على البايسبس. يعني المطلوب من عملية انه ما تعمل المعصم بالنهاية عشان يظل الثقل على نفس العضلة. اذا انت لفيت المعصم تحت صار خلص راح الشد عنها، احنا بظل الانقباض فيها والدم فيها والضغط عليها ما نريحها. والغرض من هذا الموضوع انه ظل الوزن على العضله ما ترتاح العضله خلال التمرين. لف الدوران المعصم يعني تلفه لورا زي التقليدي لا يظل بالطريقه هاي. طيب بتشوف كثير شباب بناتوا في التمرين وبنتشوا زي هيك راح استعمل الظهر مع هاي الحركه. طبعا هسه بنبدا مع التمرين سوبر سيت زاويه ثانيه. تمرين ثاني في اخر المعصم بتلف شوي وبتنزل تعطيك على عضله البايسبس. لازم اشكل في التمرين عشان اجيب نتيجه ما اضني على نفس التمرينات التقليديه والقديمه. لازم اغير الزاويه تشينج. طبعا بلف المعصم لبرا. الجوله الاولى اللي عملناها تبادل مباشره لعبنا هذا بدون استراحه. هاي جوله بسموها جلسه عملاقه اللي هي بدون استراحه وبتضخ دم كثير في العضله وفائده اكثر. لما تضخ دم في العضله بيسحب الفيتامين والبروتين للعضله لانه احنا هسه بنعمل هدم خلايا واثناء النوم بصير عمليه البناء. بس كابتن خلينا ناخذ تمرين ثاني. هذا التمرين البايسبس الثالث تقريبا متواصل ورا بعض على ثلاث اجزاء. جزء كامل حركاته للكامل على الجزء الاسفل. تفضل. هاي واحد اثنين ثلاث. هلا الاب الاعلى العلوي. هاي واحد اثنين ثلاث أربعة. بس انزل. الهدف هذا انه هاي جلسة عملاقة لازم على العضلة ألف من ثلاث زوايا عشان نجيب نتيجة. ما بصير نتيجة واحدة ولا ما بصير حدث وما بصير هدم خلايا. هلا احنا لازم نعمل هدم خلايا عشان بالليل نعوض عملية البناء ونضخ كمية كبيرة من الدم اللي بتسحب الفيتامين والبروتين لجوا العضلة. وضروري انه ياخذ السبلمنت المكملات الغذائية الأمينو الأسيد البودرة عشان يصير عملية امتصاص سريع خمس دقائق أو نص ساعة عكس البروتين العادي. البطل متقدم زي هيك بده الأمينو أسيد الباودر والجلوتامين بعد التمرين مباشرة. موجودين بكابس. موجود بكابس وموجود عند لؤي وموجود عند الشركات كلها بالضبط. عند لؤي. هذا التمرين احنا بنعمل جولة بايسبس واقف وفي التركيز على الركبه وفي البار التقليدي وممكن ناخذ الكيبل ونعد سبع ثمان جولات وبننهي تمرين البايسبس. هاي طريقه وليس قاعده. وبس شكرا لك. هي القصد يعني انه هاي طريقه يعني في اكثر من طريقه بس هو اليوم الكابتن اعطانا طريقه كثير فعاله وكثير حلوه زي ما احنا شايفين. دائما بغير في التمارين للاعب عشان انا اشكل وهي الطريقه الحديثه لبناء الاجسام عكس اللي بضل في المدرب بنفس ناديه ونفس تمريناته ونفس اكله وهذا ما بيطور اللاعب. هذا الشاب عمره 24 سنة وإحنا لازم نشتغل معه على الطريقة الحديثة ولكن التمرينات الأساسية ما بنستغني عنها ولكن كمان التغذية مهمة جدا 60%. الشاب هذا عمره 24 سنة وإحنا إن شاء الله نجهزه للسنة القادمة اللي هي 2016 وإن شاء الله إنه يكون يعني من الناس اللي يمثلوا البلد وإشي يرفع الرأس إن شاء الله. ما شاء الله هشام طول عمره رافع رأسنا. هلا رح نعمل بعض الاوضاع الاجباريه الموجوده بالاوضاع الاجباريه. هلا هو بالخارج موسم البطوله يعني هلا مش عامل عمليه التنشيف. هاي الوقفات الطبيعيه اللاس الامامي. اي وضعيه اللاس الامامي هو عريض شايف انا وعنده ما شاء الله حجم كويس. هلا بدي راح يبلش في الوضع الامامي اللي هو البايسبس دبل بايسبس. هلا هو خارج موسم البطوله ما بعملش تنشيف هلا في الوقت الحاضر عشان زياده الوزن. الوضع الثاني اللاس امامي هذا موجود في المسابقات الوضع اجباري عشان العلامات اللي عليه. هلا وضع جمع هذا اختياري جمع جانبي سايد تشيست جانبي
هو احنا بيرفع وزنه ولكن ما بيحمل شحم كثير. هذا 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 بدل انه التمثيل الغذائي عنده كويس، بيحرق الدهون بطريقه صحيحه. افتح هذيك عمل الوضع، هذا وضع كثير جميل، بده قبطين يسموه اللاس بريد لاس، هذا بعد عضلات الابز مع الترايسبس مع البايسبس. شكرا لكم. الله يعطيك العافيه كابتن، ما قصرت. هسه احنا خلصنا تمرين وهسه مرحله الاكل، احكي لنا عن الاكل كابتن. هذه وجبه صحيه موجود فيها كربوهيدرات اللي هو الرز، ضروري جدا للاعب بناء اجسام الكربوهيدرات عشان يقدر يرفع وزنه وعشان الطاقه. في عندك كمان البروكلي، هذا البروكلي كله بناء اجسام ما بيستغني عنه لانه كله فيتامين ومعادن، وهذا الياف. البروتين ما بصير امتصاصه في العضله، لازم يكون معاه الياف. المشكله اذا واحد بضل ياخذ دجاج لحاله او كذا ما بفوت على العضله بامتصاص، لازم يكون في الياف. الياف اللي موجوده في البروكلي وكل الخضره، الفاصوليا والباميه وكل شيء سلق بالميه. وفي الدجاج اللي هو البروتين لاعب بناء اجسام بيستغنيش عنه بكل المواسم، ممكن اللحم الاحمر يستغني بس الدجاج لا. كل 100 جرام 13 جرام او ما معادل يعني صدر الدجاج من 28 ل 30 جرام بروتين. دائما واحد ياخذ دائما صدر الدجاج المتوسط اللي وزنه من 160 ل 170، هو هذا الافضل، احسن من واحد يجي ياكل 300 جرام و 400 جرام على الوجبه. ما بصير امتصاص اكثر من 30 جرام بروتين على الوجبه عشان عمليه الهضم. ولازم يكون يعرف شو بده، قديش بروتين باليوم وقديش بده كارب عشان يقدر يكمل عمليه البناء. يعني تمثيل الغذاء يصير احسن عنده. طبعا انا كثير مبسوط منك انك انت ذكرت هاي المعلومه اللي هي معلومه ال 30 جرام بروتين بالوجبه الواحده. ما بقدر يستقبل اكثر من واحد، بس ممكن اذا انه زاد 10 جرامات يصير 40 مع النار والغاز والحم تنزل ل 30، شيء طبيعي. اما تحسبها 30 ممكن يصفي 25، لا زيد شوي عشان تكون انت مرتاح وتكون مقتنع في الامور اللي تمشي. نعم، عشان يمتص الجسم، وطبعا اللي هي مرحله الريكفري بعد التمرين. نعم نعم، لازم انه لازم هاي المواد الثلاثه تكون موجوده. ولكن قبل الوجبه هاي يكون في شيء سكر من التفاح او التمر، اللي السكر بكون نازل في التمرين بتعود السكر، بعدين بتريح شوي وبتاكل الوجبه السخنه هاي. وهذه وجبه صحيه بدون فات، لانه اصلا صدر الدجاج اصلا فيه 4 جرامات دهون، بس هذا ممكن حرقه بسرعه. اما اذا نضاف عليه زيت بصير معقد اكثر وبصير مشاكله اكثر، بصير امتصاصه بطيء. طبعا الدهون لان هي بتعرقل عمليه الهضم والامتصاص العضلات. طبعا احلى معلومات غذائيه سمعتها الان من المدرب اللي لازم الكل يعرفها، اللي هي موضوع الزيوت. يعني وضح لنا باختصار بسيط، يعني بكم من جمله وضح لنا باختصار لاعب كمال الاجسام شو بيحتاج ياكل وكيف ياكل وشو مضار الدهون وشو الفائدة البروكلي أو الألياف اللي كثير ناس تجهلها. ناس تأكل ألياف أو في ناس بيستغنوا على الألياف حتى هاي الأيام. ضروري جدا، ما بصير بصير معهم مساك وأسبوع بكونش فايتين يخرجوا، ولكن بضطروا إنه يأخذوا ملينات وهي مش كويس. خذ دائما الألياف هي عشان تساعد الامتصاص والبناء كله تكمل لبعض، ما في إشي يكون لحاله. بالضبط، وعشان هيك بنشوف كثير من الشباب لما يعملوا دايت او يمسكوا دايت بتلاقي عندهم امساك. يعني بدنا نحكي بكل صراحه على هذا الموضوع لانه كثير ناس عم تتضرر بسبب هذه هاي المعلومه الخاطئه انه ما بياكلوا الياف. الالياف ضروري جدا لانه ما بصير امتصاص على الابطال الروس اللي هم ابطال بادي بيلدينج. صح، كل وجباتهم بيكون في خضره موجوده. انا كنت في اوكرانيا في سنه 90 وعملت دورات هناك ودورات مساج وبادي بيلدينج، وقاعد مع دكاتره مش مع رياضيين. كسبت خبرتي الأربعين سنة في كل إشي بالتغذية أكثر من الترينج. الترينج هو المدرب لازم يكون موهوب عشان هو يعرف شو بده يتمرن وقديش الاستراحات، ويحدد الخامة اللي موجودة قدامه، الجينات اللي هو ينقيها، ما يتعبش ويضيع وقته على الفاضي. فهمت عليك. طب حلو كثير، هسه بناكل لقمة مع الكابتن، نتشارك مع بعض وبعديها بنعمل انترفيو اللي كل الناس إن شاء الله تستفيد منه. شكرا كابتن.